قال أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي: كانت عائشة بنت أبي عثمان من أزهد أولاد أبي عثمان وأورعهم وأحسنهم حالاً ووقتاً، وكانت مجابة الدعوة. سمعت ابنتها أم أحمد بنت عائشة تقول: قالت لي أمي: لا تفرحي بفان ولا تجزعي من ذاهب، وافرحي بالله عز وجل، واجزعي من سقوطك من عين الله عز وجل. هي أم عم تربي بنتها، هيك الأولياء. هي الآن في مقام زوجة بدها تربي هالأولاد. شوف شو عم تقول: لا تفرحي بفان. مرات واحدنا بيصير عنده بيت، بس والله الحياة يا أخوان بيت وبيطن وبيرن وسياح نياح، بس هو الحقيقة الحقيقة أنا وياك سنموت ونترك هذا البيت. مرة كنت ببلودان في بيت لأخ، وقفت على البرندة، فالبيت والبناية تبع هذا الأخ مرتبة وجديدة ومكسية، هو فرحان يعني إنه كسبيته جديد الحمد لله، بس نظرت هيك البناية على اليمين مقفول الباب تبع بجنزير خارجي ومقفل، وبناية على اليسار كمان جنزير وقفل، وبنايات بعدين في بيوت فاضية كتير كتير كتير. فسألته: شو هي البناية تبع جيرانكم؟ قال لي: والله هدول ورثة ومختلفين، يعني هالبناية إرث ومختلفين ولسه ما صار اتفاق بيناتهم، بقى مجنزرة ما في اتفاق. وهي الثانية كمان نفس الشيء. بدنا البيوت، قال لي: والله هم في كثير، يعني في كثير بيوت فاضية، إما أصحابها ماتوا عنها وإما تركوها. شايف في يوم من الأيام كمان بيتي بدي أتركه. هلا أنت بيتك اللي ساكنه كم عائلة قبلكم جاءت؟ في بيوت بيناتنا اشتروها من عائلة والعائلة من عائلة، مات من مات وبقي من بقي. قالت: لا تفرحي بفان. لا ريب، نحن يا أخوان كلنا نفرح، إذا واحدنا الله أكرمه ببيت، أكرمه بسيارة، أكرمه بشغل جيد بفرح، بس لا تجعل يعني فرحك المطلق بهذا الفاني، لأنه عما قليل ينتقل عنك أو أن تنتقل عنهم. لا تفرحي بفان ولا تجزعي من ذاهب. وإذا راح شي شغلة من الفانية خير إن شاء الله، الله بيعوض. مرات واحدنا بيخسر مبلغ مالي، لا كتير تجزع، يعني يكفي ذهب المال كمان تروح أعصابك معه، تروح ضغطك معه، تروح عافيتك معه، لا تجزع بهذا الفاني. تقول: وافرحي بالله عز وجل، واجزعي من سقوطك من عين الله عز وجل. أكثر شيء تزعلك لا سمح الله، لا سمح الله أن تسقط من عين الله. أكثر شيء فرحك الحمد لله، الحمد لله أنك مقبل على الله وضابط أوقاتك كما يريد الله. هلأ هذا لأنه سيبقى معك، يبقى معك بالدنيا ويبقى معك بالآخرة. فالأم بتقول لبنتها: يا ماما أنت فرحي برفعتك بعين الله، وازعلي لا سمح الله بسقوطك من عين الله. كيف الواحد بيسقط من عين الله؟ إذا أصر على مخالفة أوامر الله، إذا انصرفت أوقاته فيما لا يرضي الله، هلأ يسقط من عين الله عز وجل.